مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله، وعندنا النهارده اخبار كتير جدا هنناقشها مع حضراتكم، هنستعرضها مع حضراتكم بعد قليل. ولكن هنبدا بسيناريو هذه الحلقه، هنبداها بعد قليل ان شاء الله وبعد استعراض وقراءه تحليليه لاهم الاخبار الموجوده معانا النهارده، هيعقبها فاصل قصير وبعدها هنستقبل ضيفنا في فقرتنا الرئيسيه النهارده الا وهو الناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد وهبه، ويتحدث عن النادي الأهلي ورؤيته لكيفية التعامل أو التعامل بالشكل الأمثل لمجلس إدارة النادي ولجنة الكرة في النادي مع هذه المرحلة وآليات العمل على تحقيق كل ما هو مستهدف واللي تمت الإشارة إليه في المداخلة السابقة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة مع زميلنا العزيز سيد عبد الحفيظ، وأيضا الرؤية اللي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة النادي عن إعادة بناء فريق الكرة والوقوف على أوجه القصور وعلاجها في الفترة اللي جاية وإعادة كل ما يتعلق بمنظومة الرياضة وفي مقدمتها كرة القدم إلى سابق عهدها في النادي الأهلي وإلى ما يتلاقى مع طموحات وتطلعات المسؤولين في النادي ومجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. بعدها طبعا بسعد بصحبة حضراتكم ومعايا زملائي الأعزاء أمير هشام ومحمد سعيد، وأيضا الفقرات هتكون متنوعة وثرية في هذه الحلقة، هتكون عندنا فقرة أخرى وحوار آخر مع السباح عمر حجازي اللي بيتحدى الصعاب، وهذا الشاب المصري والنموذج اللي بيحتذى فعلا في هذا التحدي اللي بيخوضه وتميزه وتفوقه في هذه الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهتكون مع زميلنا أمير هشام. وأيضا مع زميلي محمد سعيد هتكون الفقرة الثالثة مع نجم الكرة المصرية نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا الكابتن محمود صالح، وأسئلة كثيرة مطروحة على مدار هذه الفقرات ومن خلالها مع زملائي ومع ضيوفهم في استوديو الأهلي الليلة. محمد سعيد هو طبعا اللي هيقدم الفقره الثالثه، وامير هشام زي ما قلنا لحضراتكم هيقدم فقرتنا الثانيه مع السباح المتميز والبطل المصري عمر حجازي، وهيكون نجمنا في فقرتنا الثالثه نجم الكره المصريه السابق الكابتن محمود صالح ونجم النادي الاهلي مع الزميل العزيز محمد سعيد. هنبدا باخبارنا النهارده، هو خبر بيعكس حاله احباط اصابت هذا النجم الكبير بعد ما تالق على مدار الفتره الماضيه واجمعت الاراء في الشارع الرياضي والاعلام الرياضي في مصر انه يستحق العوده وبقوه لمنتخب مصر وانه يكون في حسابات الجهاز الفني وفقا لرؤيه القطاع الاكبر من المتابعين والمحللين. وليد سليمان نجم النادي الاهلي والكره المصريه بيعلن اعتزاله اللعب الدولي. وليد سليمان بيعلن رسميا ان هذا القرار، واعلن لوسائل الاعلام وللصحافه او للصحفيين اللي تحدثوا معاه بشكل شخصي حتى الان حول هذا المحتوى او هذا الخبر وهذا القرار، بيقول انه قرار اتخذه بمنتهى الهدوء وانه حسب تصريحاته حتى الان لا رجعه في هذا القرار وانه قرار استقر عليه بشكل نهائي بعد ما قدم الكثير في الفتره الماضيه ويشرف ايضا ارتداء فانيله منتخب مصر وتمثيل المنتخب، وبيتمنى التوفيق لزملائه وللجهاز الفني ولمنتخب مصر في كافه المسابقات اللي بياخدها. وليد سليمان اعتقد انه بين السطور حزنه الشديد لعدم انضمامه للمنتخب حتى لو لم يعلن عن هذا الامر، لكن ده طموح لكل لاعب بيجتهد ويقدم المستوى اللي وصل له في الفتره اللي فاتت. وليد سليمان اللي وصل لحاله من النضج الكروي غير مسبوقه واصبح من ابرز لاعبي النادي الاهلي والدوري المصري على الاطلاق، وكمان بصماته بقت مؤثره جدا حتى في المباريات اللي ما كانش وليد بيبدا فيها، كان بيشارك على فترات سواء من الشوط الاول فترات او ما بيكملش المباراه او بيتم الدفع بيه كورقه رابحه او تغيير مؤثر في الملعب في الشوط الثاني ولو لمده 20 او 25 دقيقه، كان بيقلب المباراه لصالح الاهلي في مواقف معقده كان الفوز فيها بيتاخر كثيرا. كل الناس قالت ان وليد بيتحدى تقدمه في السن كلاعب كرة، اقترابه من سن الاعتزال او انه في مرحلة بيقال عنها انها مرحلة اعتزال معظم لاعبي الكرة، بقى اداؤه افضل بدنيا، بقى بيلعب 90 دقيقة زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت وبيعمل سبرنتات وجهد بدني كبير جدا في الملعب، فضلا عن دوره كصانع العاب وكواحد من هدافي الفريق بشكل مؤثر جدا ولمسات